حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله يا خير خلق الله، وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين المشردين عن الأوطان. سادتي ما خاب والله من تمسك بكم، أمن والله من لجأ والتجأ إليكم. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لقد مني الهادي على ظلم جعفر بمعتمد في ظلمه والجرائم أتاحت له غدرا يدا متوكل ومعتمد في الجور غاش وغاشم. وأشخص رغما عن مدينة جدي إلى الرجس إشخاص المعادل مخاصمين، ولقى كما لاقى من القوم أهله جفاء وغدرا وانتهاك محارمي. وعاش بسامراء 20 حجة يجرع من أعداء سم الأراقم. بنفسي مسجونا غريبا مشاهدا ضريحا له مشاهدا ضريحا له جم المهاضم. بنفسي مسموما قضى وهو نازح عن الأهل والأوطان جم المهاضم. وهل علم الهادي إلى الدين والهدى بما لقي الهادي ابنه من مظالمي
وهل علم المولى علي قضى ابنه علي بظلم بعد هتك المحارم؟ وهل علمت بنت النبي محمد رمتها الأعادي في ابنها يا بالقواصم؟ بعض عندي بالمدينة وبعضها مو بالبرو، بعض ما حصل وموارا وبعض ما حصل. كم جسد بالطف عاري وراسنا بخط يدو، كم طفل مرمي بكتر حسن دامي وكم شاب. ولكن الأمر لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان ولقضاء الحوائج وتيسير الأمور، نوروا مجلسنا هذا بذكر محمد وآل محمد. حياة الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام مليئة بالمواقف والأحداث، ولكن بما يسع المقام أذكر ثلاث نقاط. النقطة الأولى في تعريفه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، كما تعلمون عاش 42 سنة، ولد 212 سلام الله عليه، واستشهد في سنة 254، وعاصر تقريبا 6 من الملوك والحكام في ذاك الزمان، ومعروف من بني العباس، من ضمنهم المعتصم وهو أول الحكام الذي عاصرهم الإمام، كذلك الواثق، كذلك المتوكل، المستعين، المستنصر أو المنتصر، وأخيرا المعتز. هذه ألقاب، هم كلهم إما أولاد هارون، أولاد هارون، أو بعضهم بعدين أولاد المتوكل. على كل التقادير الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بقي في المدينة إلى سن تقريبا 22 سنة، وعاش الإمام في خلال هذه الأجواء عليه أفضل الصلاة والسلام. الكلام يقع في النقطة الثانية، النقطة الأولى مجرد بطاقة إن صح التعبير اسمية للإمام عليه السلام. أما النقطة الأساس أيها الأحبة، أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام نستند إلى حقانيتهم
وإلى أفضليتهم من خلال طريقين كما تعلمون. الطريق الأول هو الطريق العلمي، الإثبات العلمي الذي نستند فيه إلى القرآن الكريم وإلى الروايات الواردة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. طبعا ما يحتاج نتكلم الآن نقول وأهل البيت، لأن قد يجينا كلام أن أنت تعال أنت شلون تثبت مثلا ولايتهم من خلال قوله هو، يجي مثلا لأن هذا ناقشت أنا واحد من العامة قال لا ما يصير أنت تجيب لي جعفر الصادق يقول لك أنا أقول، أنا أبغي غيره يقول. هذا مع أن احنا نثق بأهل البيت بس في مقام النقاش تماما مثل الكافر. الكافر خب ما يصير تقول لي الله قال هو خب ما لحين ما يؤمن، احنا تماما كذيها. لكن احنا نستند أولا وبالذات إلى القرآن الكريم وإلى أحاديث من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في حقانية أهل البيت، وإذا ثبت إذن هذا كافي بعد ذلك. زين، ولا أريد الخوض معا في هذا الأمر، هذا ما شاء الله خطباء يثيرونه، أنا يهمني النقطة له القسم الآخر مهم جدا، وهو شنو؟ وهو أنه أيها الأحبة الالتفات أنه قد يكون في مو حساسية وإنما في غاية الأهمية، الذي أريد أن أقوله أنه لا يكفي أن نقول أن القرآن الكريم مع عظمته وأن الرسول صلى الله عليه وآله قال مع عظمته، ما يكفي فقط هذا إن كان العم جائزا وصح هذا التعبير أن نقول بحقانية أهل البيت فقط، يعني لازم نحتاج إلى شيء آخر وهذا هو ثابت الآن إن شاء الله نبينه. وبعبارة أخرى قد واحد يقول كيف القرآن الكريم ما يكفي، أقول لك لا، لا يكفي بما أريد أن أصبو إليه، يعني خل أوضح الصورة. بعض الأحيان يقال هذا عالم، ناس يقول هذا عالم هذا فقيه، خب من الذي يقول ذلك؟ لنفترض أن فقيه يجي يقول أن هذا فقيه، عالم يقول هذا عالم. طيب هذا كلام محترم جدا، بس هذا يكفي؟ لا ما يكفي لوحده، نحتاج إلى شيء مهم جدا وهو شنو؟ السيرة الخارجية، جدارة هذا الإنسان، قوة العلمية، إمكانية نفوذه في المجتمع على المستوى العلمي والعقائدي والأخلاقي، هذا هو المهم. طبعا لما القرآن الكريم نعم يقول هو هذا أفضل، هو هذا، بس قلت لك احنا نحتاج لازم إلى شنو؟ إلى السيرة العملية في هذا الإنسان. وحاشا للقرآن الكريم أن يمدح لنا إنسان ويضعه في المرتبة وسيرة ما عنده، هذا مستحيل. نعم أنا أقول لك مستحيل، لكن أنا أقصد في مقام النقاش والجدل العلمي لابد وأن تحتاج إلى شنو؟ إلى السيرة العملية، إلى جدارة هذا الإنسان ونفوذه في المجتمع. يعني مثلا عندما يأتي الرسول صلى الله عليه وآله ويقول أفضلكم علي وأعلمكم علي وأتقاكم علي، طيب روايات محترمة جدا، لكن خلنا نروح في مقام العمل في المقام الخارجي لنرى هل فعلا أن علي بن أبي طالب هو أتقاهم؟ لا، حتى نحقق نعم المقولة. يعني بعبارة أخرى لابد أن يتوافق السلوك العملي مع المدح القرآني. وهذا قد واحد يقول خوب هذا شيء طبيعي، لا أنا أقول لك هذا طبيعي يمكن في الأئمة، بس هاي نحن نحتاج إحنا في سيرتنا في المجتمع، سيرتنا لابد أن يبين هذا الإنسان مقام العلمي، يبين للمجتمع حقيقة هذا الأمر. ولذلك هناك إرادة إلهية أيها الأحبة، وبتعبير الشهيد الصدر أعلى الله مقامه، تخطيط إلهي، تخطيط يعني إلهي مو مثلي،
أو مثلك. أنت لما تخطط بتقعد تأخذ قلم وبتكتب نقاط، لا، التخطيط الإلهي لما يعبر عنه نعم بعض العلماء مثل ما قلت لك السيد الشهيد الصدر أعلى الله مقامه، حاله حال العلم، العلم عين ذاته، التخطيط عين ذاته، الحكمة عين ذاته، مش منفك عنه، بس هناك إرادة، حتى الإرادية الإرادة عين ذاته، لكن هناك إذن تخطيط إرادة إلهية في الأمور على أن تكون أو يكون أهل البيت بهكذا مستوى، ولذلك تحققت فعلا جدارتهم عظمتهم حبهم، نعم، أو حب الناس إليهم. استطاع أهل البيت أيها الأحبة أن يملكوا قلوب الناس، هذا مهم في السيرة الخارجية. القرآن الكريم لما يمدح أهل البيت لابد أن أجي أتلمس، نعم، أخلاق أهل البيت، أتلمس سيرتهم، أتلمس، نعم، علمهم، أرى واقعهم الخارجي، هذا من أهم الأمور أيها الأحبة. ولذلك تلاحظون كيف المجتمع والعلماء أخذوا يخوضون في سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، لأن كلما قويت سيرة الإنسان وجدارته وأحقية من خلال الأمر الخارجي الذي نشاهده، نعم، كلما كان أوثق في الكلام والتعبير عن شنو؟ عن أحقانيته، هذا شيء طبيعي. ولذلك أنت تشوف ملك وقلوب الناس، يدخل واحد ربما الآن الزهري كأن اللي في بالي من علماء العامة، يدخل على الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام واستقر به المقام، قال: يا ابن رسول الله، لقد ذهبت إلى كثير من العلماء وجلست في منازلهم ومجالسهم وتحدثت إليهم، ولكن لم يصبني ما أصابني الآن. زين، شنو أصابك؟ قال: عندما دخلت إليك ونظرت في وجهك داخلني الرعب والخوف، الهيبة، فقال: نعم، أنت في بيوت أذن الله أن ترفع، حتى في مقام العلماء الفقهاء تروح تقعد يا عالم فقيه، يعطيك من هذا الهيبة الإلهية. يخطرني شيء لطيف، في الثمانينات السياسة كذيها، يوم هالدولة تعادي هالدولة، يوم هالدولة تصير صديقة لهالدولة. في الثمانينات صار سوء تفاهم بين روسيا وإيران أيام السيد الإمام، أيام غورباتشوف، حدث ما حدث، قصة طويلة وإيش صار وإيش ما صار ما أدخل فيها، بس لترطيب الجو والأحداث، غورباتشوف آنذاك رئيس روسيا أرسل وزير الخارجية شفرنادزه في بالي، أرسل إلى وين؟ إلى إيران، قال لي: ترى محتاج ترطيب الجو وكذا، يكون تروح. راح، جاء إلى إيران واستقبلوه، كان رئيس الجمهورية الشيخ هاشمي رفسنجاني آنذاك ولاية وزير خارجية، فأخذوه إلى بيت السيد الإمام، ودوه إلى بيت السيد وجابوه، دخلوا وزير الخارجية قدام الشيخ الرفسنجاني أيضا وهو إياهم، فأول ما جاء حط رجوله بيدخل غرفة بسيطة متواضعة، حط رجوله طالع السيد ورجع، سيدة رجع، شيخ الرسنجاني يقول: جودة من إيده وإيش في هذا؟ يقول: هم سحب إيده ومشى. سبحان الله، راح رجع، شايفين زرنوق، يمكن بعضكم رايح زرنوق بسيط، مكان متواضع جدا، يقول لين شوي كأنه عاد أنفاسه دقائق معدودة، قال: الحين بروح. جاء دخل استقر به المقام وقعد. بعدين في المؤتمر الصحفي سألوه، قال: أنت ليش سويت كذي؟ جيت بتدخل ورديت رجعت. قال: نعم، أنا دخلت على علماء ورؤساء وحكام، شخصيات يهودية علمائية، مسيحية، شيعة، ولكنني لم أجد مثل هذا السيد، فإنه عندما نظر إلي بعينه دخل في قلبي الرعب والخوف.
هذين نعم إلهيين، رجال عظماء. أنت لما تقعد يا علماء نعم مثل السيد السيستاني، نواب الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، هكذا هم، فما بالك بأهل البيت، ملكوا قلوب الناس. ولذلك أيها الأحبة، ما الذي جعل والي المدينة يكلم المتوكل؟ إن أردت المدينة سالمة ولك شغل فيها فأرسل إلى علي بن محمد الهادي ليكون عندك. زين، ترجع إلى سيرة الإمام، كل المؤرخين يقولون نعم الإمام لا تكلم لا عنده أمور في سياسة ولا شيء ولا ثورة ولا منهج علمي بحت تقريبا. الظروف نعم تقتضي شنو، هذا بحث آخر يعني، بس ما بندخل فيه، بس الظروف تقتضي أن نعم تحكيم المنهج العلمي الأمور العقائدية، وهذا عمل الإمام سلام الله عليه. مع هذا شنو ما تركه الإمام. زين، هذا لعل بعدين يمكن أشير له إذا سمح الوقت بشيء من الملاحظة فيه، بس عموما هكذا أنا أقصد سيرة العملية خارجية، جدارة الإنسان، أحقانيته. أنا ما يهمني الشعار، أنا ما يهمني نعم، خل أشوف النتاج الخارجي، خل أشوف الحركة العلمية، الحركة العقائدية، المستوى الأخلاقي، هذا مهم. ولذلك حتى في مجال شنو، في مجال التعليم وفي مجال التربية، اليوم أنت مثلا بعض الأحيان افترض يجيبون مدرسين وكذا، أو مدرسين من برا ويجي، وش عنده؟ أكفأ من الموجودين يعني؟ أكفأ من المدرسين في هذا البلد؟ ليش أكو عندك مدرسين أكفاء؟ أو اسم أو مدرسين أجانب وجايبينهم. وتشوف أنت روح حتى في مجال العمل، حتى في مجال العمل أنت تشوف عندك مسؤولين من أهل البلد وكذا، يجيب واحد من برا مسؤول على زين، وش يملك من خبرة وش يملك من أوه لا هذا أجنبي تكلم إنجليزي بس ترى، وأنتوا أعرف مني في هذا المجال، ما أتكلم بالشكل المطلق، بس هذا الشيء موجود لو مو موجود؟ موجود. إحنا نرجد شو بس الاسم، لا أنت تشوف الواقع. اليوم أنت الشكل في المطاعم في كذا في أمور كثيرة، بس الاسم يعطيك رنان. لا، أنت لما تقول نعم الإمام الهادي انظر إلى سيرته، يشهد له القريب والبعيد القاسي والداني بعظمة الإمام الهادي من خلال شنو؟ مو لأن القرآن الكريم فقط قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، وإنما الحقيقة العملية السلوك الخارجي لحركة الإمام هي هكذا. والله عز وجل دعم هذا شنو، هذا الأمر. هني شوي بعدها من نقطة لطيفة، شوفوا أيها الأحبة، خلنا نخليها بين قوسين، إحنا لازم نثق بأن الأمور، وإن شاء الله عندنا ثقة بأن الأمور بيد من؟ بيد الله عز وجل، ما عندنا شك، سيما في قضية نعم الموت والحياة. قضية الموت والحياة، فنان يموت بهالوقت وهذاك يموت بكذا، هذا الظالم يعيش إلى مدى طويل، هذا العمل المؤمن وكذا 50 سنة الله اختار أمانته، هاي ترى تصرف إلهي مو شغلي ولا شغلك. الحياة والممات بيد الله عز وجل. أنا قلت لك هناك تخطيط إلهي، إرادة إلهية، حكمة إلهية. الناس تريد، لكن الله أيضا شنو له إرادة أخرى. أنت تشوف تخطيط وكذا من البشر سنة وسنتين وثلاث، قالوا النتيجة بالعكس صارت، إرادة إلهية. الله عز وجل شوف هذه الإرادة تدخلت حتى في مقام الإمامة، هذا النقطة الثالثة وهي داخلة في النقطة الثانية تقريبا. شنو هو قضية الفئة العمرية لأهل البيت من زمن الإمام أمير المؤمنين إلى زمن الإمام الرضا؟ أنتم تلاحظون كل أعمار مناسبة، يعني حتى 20 سنة افترض الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام، أو واحد عمره 30 سنة، يقول لك شاب. اليوم أنت فقيه عادي، ترى عمره 15-18 سنة يصير فقيه على مستوى ذكاء وكذا. بس ما عندنا في التأريخ
واحد عمره 8 سنين مو أنه يصير فقيه، لا، وإنما يصير مسؤول عن أمة مترامية الأطراف في جميع الأقطار والبلدان. عمره شقد؟ 8 سنين. هذه إرادة إلهية مو إرادتي وإرادتك. ولذلك هذا يسمونه شنو في مجال العلم العقائدي؟ قالوا عنه أنه القضية الحسية في أحقية أهل البيت عليهم السلام، وهذه واضحة من الأمور الواضحة. وإلا كيف واحد عمره، الآن ما ندخل نعم في بعض الشبهات وكذا، بس أساسا هذا الإنسان بعد اللي بيرفض هذا الأمر متكابر. سيرة الإمام مو فقط جدارة وحقية نعم في الأمور، وإنما هناك أيضا دعم إلهي في مسألة العمر. بعد تدخل هذا إرادة إلهية مو إرادتي وإرادتك. وليش بالذات الآن نعم في هذا الإمام ما صارت قبل؟ هذه مربوطة بصاحب العصر والزمان أيضا كحالة تمهيدية. بس إحنا إذا بتلاحظون أيها الأحبة، 8 سنين المعتصم العباسي الذي اغتال الإمام، التفت إليه واحد نبه على شغلة، رواية مشهورة سمعتموها يعني ليست بجديدة، قال له يا أمير لماذا لا نجعل علي بن محمد الهادي في خطنا وفي جعبتنا إن صح التعبير، تحت عبايتنا؟ قال كيف؟ قال ترى هذا عمره 8 سنين، هاي مباشرة بعد استشهاد الإمام الهادي الإمام الجواد. قال ليش إحنا ما نشتغل عليه؟ هاي بعد 8 سنين عمره صغير، يعني إحنا نقدر نفهم أمورنا قضايانا. قال والله فكرة زينة. قال لسيما أن هذا الشيعة يتبعون إمامهم، بس إحنا إذا خلينا نعم تحت عباءتنا وعلمنا من علومنا وتدريسنا. قال فكرة جيدة، وبالتالي لابد أن أبعث إلى والي المدينة. وبعث نعم رسول إلى والي المدينة وقال له شنو؟ قال له أنه إحنا نحتاج أنه نعلم منه علي بن محمد الهادي بعلومنا. قال هاي فكرة هم جيدة، لكن هذا يحتاج إلى أن نختار رجل من أعداء شنو؟ أهل البيت. ولذلك اختاروا من؟ الجنيدي. الروايات تشير إلى أنه الجنيدي هذا كان من أعداء شنو؟ أهل البيت. إيه قالوا له هذا يكون جابه. قال تعال أنت عالم وأديب فاهم وما عندنا واحد أعلم منك، زين ما تريدون؟ قالوا لي احنا نبغاك تعلم منه علي بن محمد الهادي. طيب ليش لا؟ قال يلا اتكفل به، وفعلا جابوه ودخل خد مارس. نعم انا الان جبت لكم نص العبارة للجنيدي. بعد عدة ايام واسابيع حضر الوالي حضر الجنيدي، قال له ما هي اخبار الصبي؟ بهالتعبير اخبار الصبي شنو؟ لاحظ التعبير. قال أتقول هذا الصبي ولا تقول هذا الشيخ؟ أنشدك بالله، هل تعرف بالمدينة من هو أعرف مني بالأدب والعلم؟ قال لا. فقال الجنيدي إني والله لأذكر الحرف في الأدب وأظن أني قد بالغت، يعني يجيب حرف مثلا يقعد يشرح فيه، يقول وأظن أني شنو بالغت في الشرح، طولت عرّاط، ثم إنه يملي أبوابا أستفيده من بعدين من هذا الباب اللي أنا أشرحه، يقول يدخل إلي في مطالب معمقة في الأدب والعلم، فيقول فأستفيده من، فيظن الناس إني أعلمه وأنا والله أتعلم منه. شنو قال له؟ قال له أكتم هذا، لا تخبر أحد. هذا خطير كلامه، إن طلع هذا مشكلة. استمر في تعليمك إياه، أنت حين توك شم من شهر، استمر إياه. انطوت الأيام ثم استدعاه، قال ما هي أخبار الصبي؟ الوالي الآن يسأل الجنيدي. فقال له
دع عنك هذا القول، الصبي لا تجيب ليك ما تصبي، والله تعالى لهو خير أهل الأرض وأفضل من برأه الله تعالى، وإنه لا تنسى العمر، الفئة العمرية قلت لك مهمة جدا، وإنه لربما هم بالدخول إلى الحجرة. يقول بعض الأحيان وهو يدرسه يعلمه باصطلاحنا، يقول يبغى يروح إلى الحجرة، يقول أمنعه، أقول له لا تذهب إلى الحجرة حتى تقرأ إلي سورة من القرآن. أنت كأب بعض الأحيان يجي ولدك يقول لك مثلا أنا بابا أبغي هالشيء، يقول له ما يخالف أنا أجيبه إليك بس بشرط أن تحفظ لي مثلا سورة الأعلى مثلا، هو عنده شغف يبغي هالشيء، قال ما يخالف أحفظ فيحفظ. يجي اليوم مثلا شنو الأربعاء، بابا يوم الجمعة أنا بطلع وبلعب ترى كورة ويا الأولاد وكذا، عندنا مباراة العصر، أو يوم السبت مثلا، يقول لي ما يخالف بس بشرط أن تحفظ لي سورة الفلق. الإمام عليه السلام يريد أن يدخل يقول إلى الحجرة، فيهم بالدخول إلى الحجرة فأمنعه، يقول لي ما أخلي حتى يقرأ علي سورة من القرآن، فيقول لي أي سورة تريد، فأختار السور الطوال، أطول سورة أقول لي أقرأها لي، فوالله أيها الوالي يقرأها علي من أولها إلى آخرها بصوت ها جميل عذب، يقول أفضل من مزامير داود بتعبير الرواية، إنه حافظ القرآن من أوله إلى آخره. فأسألك أيها الوالي، إن هذا الطفل بين جدران أربعة، إن شاء الله بعدين إذا صار مجال أعلق عليها، وإن كان الوقت داركنا يضحك وربعهم يقرؤون ما يخالف، إحنا عشر بنفرق عموما. فقال له بين جدران شنو أربعة، أين تعلم؟ من الذي درسه؟ ولذلك هذا الجنيدي أصبح من أتباع أهل البيت ومن المقربين من للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. هكذا كان الإمام، ونشأ الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام على هذه النشأة أيها الأحبة. هينظر إلى حقانية كنا تمعن في أهل البيت، واستمرت سيرته حتى استدعاه المتوكل إلى وين؟ إلى سامراء، عن طريق بغداد إلى سامراء. جين ملك قلوب الناس، استحوذ على قلوبهم بأخلاقه بعلمه بسيرته. السؤال هنا أيها الأحبة، ماذا يعمل الحكام اتجاه هذه المصاديق؟ هذا حاكم، المتوكل حاكم، المعتصم حاكم، بعد المستعين حاكم، الواثق حاكم، كيف يتعامل مع هذه المصاديق كالإمام الهادي؟ الحكام كيف يتعامل مع فقيه، مع عالم؟ إمام عليه السلام ما عنده، رجع لسيرته، لا ثورة، لا يقود ثورة، لا شيء، لا كذا، شوف كيف يتعامل، ما عنده طريق إلا طريق شنو؟ طريق التضييق على هذا المصداق العالم. تضييق كيف؟ قال احنا ننفيه، نسفره، جيبوه من المدينة، جابوا إلى وين؟ إلى سامراء. هاي ترى مي هينة، يعني إنسان يبعد عن عن وطنه، عن بلده، بحجة أنه شنو قاعد ينشر تعاليم أهل البيت. بعد شافوا السفر ما صار، لا لاحقوه، راقبوه، لازم يراقب، ضيق عليه. بعد حتى التضييق، لا إقامة جبرية على الإمام علي الهادي، سووا عليه إقامة جبرية، ارجع أنت إلى سيرتهم. وبالتالي حاولوا بشكل وآخر أن يضيقوا على الإمام، هم شافوا قالوا لا، هذا إحنا ما يفيد اللي يكون شنو نتخلص منه، هاي المشكلة. ولذلك أيها الأحبة، التاريخ يعيد نفسه، أنت بعد تأمل فيها، هذا هو هذا. وبالتالي مع أن الإمام يعرفون مقامه، وأنه ابن بنت رسول الله،
وأن جده الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، ها؟ إلا أنهم ضيقوا على الإمام سلام الله عليه لذكر النبي صلوا عليه ثلاثا. وإذا بالإمام سلام الله عليه كان كاظما غيظا صابرا محتسبا، الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام مع كل ما فعلوه فيه فإنه كان صابرا محتسبا، حتى عزم المعتز اللعين أن يدس السم إلى الإمام، فوضع السما قتالا قيل في رمان أو في عصير الرمان، عند ذلك قدمه إلى الإمام، أجبروه على شربه أو أكل الرمان، فلما أكل الإمام الرمان المسموم أحس من فيه إلى أخمص قدمه من يقطعه بالسكاكين، هل من مناد وإماما وسيدا، رمى بنفسه على فراش المرض يتقلب يمينا شمالا وليس معه أحد إلا ولده الإمام العسكري، وكان إلى جنبه أخته حكيمة بكت ونادت وأخاه وعليا، ولده الإمام عنده يرى أباه يتقلب يمينا شمالا تغير لونه، أثر ذلك السم في بدن الإمام يخضر مرة ويصفر أخرى، عند ذلك حكيمة نادت وأخا بنت الجواد أصبح مفجوعة وحزينة تنظر الهادي له تفاجعها وني تقل يا هادي يا شبه جدك الهادي لا تجذب الونا ترى ذايب وفا فتح عيونك نغصت شربي وزا وسهرت عيوني والعدو قرت عيون أسم اللي بقلبك يا عزيزي فت قلبي بعدك يا والينا عسى ما أشوف دربي وما ينقضي نوحي على مصابك ونحبي تقضي بغربة وموحشت أبقى المدين أجركم الله. فلما اقتربت الوفاة من الإمام
عند ذلك أوصى وصايا العامة والخاصة: بني إذا أنا مت فغسلني وحنطني وصلي علي وادفني في داري. قيل هذا من ضمن الوصية: آجركم الله وإذا بالإمام عرق جبينه وسكن أنينه ومد يديه ورجلاه وأغمض عينيه وقرأ شيئا من الكتاب ثم فاضت روحه المقدسة. اي مرحبا بك، ها يستاهل الامام منك صرخها: رحم الله من نادى واماما. ضج اهل بيت الامام ضجة واحدة: هذا ينادي وابتا وذاك ينادي وسيدا ونحن ننادي واماما. غمض عيون ومات بديار غريبة والحسن هاجت حسرته وعالي نحيب سجاه بالحجرة وطلع مشقوق جيبه تجري دموعه يصفق شماله بيمين بيده الطاهر غسله والقلب صادي والله بالجفن لفه وبالنعاش خله والغادي ضجت عياله بالبكاية وصاح المنادي: يا ناس قوموا شيعوا جنازة ولينا. أخرجوا الإمام، لم تبقى محجبة ولا مخدرة ولا رجل ولا امرأة ولا قريب ولا بعيد ولا موالي ولا مخالف إلا وخرج تشيلة تشيع الإمام: هذا ينادي وسيدا وذاك يلطم على صدره وينادي وإماما وذاك يضرب على رأسه وينادي وعليا. جالوا به في أراضي نعمها في أزقة سامراء، ما جت سامراء بأهلها حتى أرجعوه إلى داره. للقبر جابه ونزله يا والدمع هامي حبه صاح ودا عت الله بقلب دامي. وين الذي وصل بني هاشم أعمى يخبرهم بفعل العداية والدهر بينا؟ هو ويلا نزل الإمام إلى القاب أخذ يودع والده: أبا في أمان الله والله يا بويا موحشة الدنيا عليا بديار غربة تجرع احتوف المنية بلغ سلام المصطفى خير البرية قلة ترحنا بالهضام بعدك بقينا. نعم نزل إلى والده يودعه: أبا في أمان الله
في دعة الله لما ودعه قيل ودعه بقبلة على رأسه وأخرى على جبينه، هكذا كان يودع آل البيت آباءهم وأحبتهم. لكن أسألكم، إمامنا زين العابدين قال بنو أسد نزل إلى أبيه يودعه أبا في أمان الله، أبا في دعة الله، أراد أن يقبل والده وأن يقبل. نعم لا يوجد أحد نعم إلا إمامنا الحسين. ها، وإذا بالإمام ودعه بقبلة لم يقبله أحد من قبله إلا العقيلة زينب، وضع شفتيه على منحره. يخاطبها بيت الدعاء، هي ويا يا لي أوال يا ابويا يا ابويا الصار بيا ما جربنا يا ابويا وشفتك عثرة بالخيل تنداس. اسمح لي بالبيت هذا واللي عقبها. والله شفتك على الثرى بالخيل تنداس، والله تالي الوقت نزلتك بلا راس بلا راس، جسد والراس صارت لبمجانين. والله جسد والراس صارت لا هي بمجانين.